السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم الرندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنوري لكم كيفاش نخدموا هاد الوريدة هادي. تجي على هاد الشكل، تجي زوينة وسهلة بزاف، نتمنى تعجبكم. بالنسبة لهنا أنا درت هاد الوريدات في هاد التوب هذا ديال الصيف، توب ديال الخيط. راكم عارفين دابا مع الصيف كنلبسوا هاد التواب بزاف. بالنسبة لهاد الوريدة هادي أنا شريت الشال هو الأول اللي جيني مع هاد التوب، ومن بعد خديت هذاك الشال وشريت عليه الحرير، درت به هاد الوريدات هادو. لان هنا غنخدم اربعة الوريدات، خدمت ثلاثة وبقى ليا وحدة غنخدم معكم هاد الوريدة اللي بقات. بالنسبة لهنا لهاد الملاقية انا درت هنايا الملاقية ديال واحد. اول حاجة تنديرو تنخليو القياس هنايا ديال الفتحة ديال العنق اللي بغينا نخليو، وكننزلو الملاقية اللي بغينا. انا درت هاد الملاقية ديال واحد اللي كنغلفوها. الا بغيتو هاد الملاقية فرجعوا للقناة، انا سبق ليا ودرتها ليكم. كنخدموا غير ملاقية ديال واحد، وبالنسبة ليكم نتوما لاقيو باش ما بغيتو. الا بغيتو تلاقيو بالكورميط او لا اي حاجة بغيتو تنزلوها، خليو القياس ديال الفتحة ديال العنق، هبطوا الملاقية اللي بغيتو، ومن بعد خدموا هاد الوريدات. فتيجي هاد الشكل زوين وسهل، يعني يمكن لكم تخدموه غير في نهار واحد. تركبوا هاد الوريدات وهانتوما لابسين جليبة خفيفة صيفية ما تتكلفكش حتى بزاف. المهم انا غنبدا معكم هاد الوريدات هادو. نبداو بسم الله. اول حاجه تنديرو غنبرمو الحرير، غنبرم الحرير على كملو، هذا فيه 4 شعرات وغنثني على جوج. انا هنا غير غنوري لكم، اما بالنسبه لكم نتوما غتبرموا على رجلكم غديروا القياس اللي كديروا ملي كتبرموا على الرجل. غنبرمو بريم عادي كيف ما كنبرمو الحرير اللي كنخدموا به. انا هذا غير بغيت نوري لكم، اما انا راه بارم على رجلي صافي كنبرمو بحال هكا. نتوما راكم عارفين كيفاش كنبرمو، انا غير وريت لكم القياس اللي تنديرو. تيجينا الخيط على هذا الشكل، غليط على 4 كنطوبلو على 2 وكنبرمو بحال هكا بريم عادي. انا هنا راه برمت 3 الخيوطه هما هادو، وهنا برمت خيط غير على 2 شعرات غنركبو في البرا. وغنجي لهنا وغنجمع هاد الخيوطه بثلاثه، تنهز لهم هاد العوينه ديالهم، تنجمعهم بهاد الخيط. غنجي لهاد الخيط نهز هاد العوينه هادي، انا جمعت هاد ثلاثه بهاد الخيط هذا ديال 2 شعرات. غنجي لهنا نعقد واحد العقيده، صافي على هاد الشكل. غنجي لهنا غندير هنا 2 فنيتات على هاد الشكل، نشد هنا هاد الخيط ندورو بهاد الفنيتات صافي، ونشد هاد الخيوطه هادو بثلاثه وغنبدا نضفر الضفيره العاديه كيف ما تنديروا الضفره ديال الشعر ديال ثلاثه. ما نرخيوهاش وما نزيروهاش، نديروها بين وبين صافي، كنبداو غادي نضفرو عادي. ملي كنديرو هاد الخيط هذا وكنشدو به فراه كتجينا الخدمه سهله. ما نرخيوهاش باش ما تجينيش الخدمه غليظه، وما نزيروهاش بزاف بين وبين، المهم نديرو خدمه زوينه وصافي. نبقى غادي نضفر بهاد الطريقه هادي. ملي كنضفر وكيطوال ليا الخيط كنرجع نشد هنا في هاد الفنيته ونبقى نضفر. نضفرو ونرجعو لهنا، ملي طوال الخيط كنرجعو نشدو هنايا. المهم هادوك الفنيتات راه كيعاونونا بزاف، نشدوهم بهاد الطريقة هادي. شوفو عندي هنايا
صافي غنبقى غادي بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الخيط. سهله وبالزربه غتضفر لينا. غنكملها ونرجع باش ما نطولش عليكم الفيديو. المهم انا غنبقى غادي غير بحال هكا نضفر حتى نكمل الخيط ونرجع نكمل معكم. انا كملت هنايا الضفره. بالنسبه للطول ديال هذا الخيط فراه القياس اللي كنخدموا به عادي، القياس اللي كنديروا في رجلنا وكنخدموا به. درنا ثلاثه الخيوطه. دابا ملي كملت هذا الضفره انا ما كملتش الخيوطه كاملين حتى نخدموا الورده ونشوفوه. الا خاصنا شويه نزيدو جانا زيد نحيدوه نقصوه. المهم انا غنوقف هنايا. ها نتوما عندي هنا ثلاثه الخيوط. غنخلي هذا الخيط ونهز جوج ونعقدهم هنا واحد العقيده باش ما تحلش لينا هذه الضفره. صافي نشدو هذا الخيط هذا، كنطلقوا هذه الضفره هذه وغنبداو نجرو في هذا الخيط على هذا الشكل هذا حتى نجمعوا هذه الضفره كامله. وغادي بحال هكا نجمعوا فيها. غير كنجرو خيط واحد وكتولينا الضفره على هذا الشكل هذا. نبقاو غاديين مع هاد الطفره كامله نجمعوا فيها. من نفس الخيط اللي جرينا منه نبقاو نجرو. سهله اخواتي هاد الخدمه، غير طفروا هاد الطفره وديروا لها هاد الشكل هذا. انا كملتها كامله، انتوما كلها جمعتها على هذا الشكل هذا. دابا ملي تنديروا لها هكا دابا غنخدموا شكل وريضه. بالنسبه لهنا انا القياس اللي درت 5 سنتيم، وانتوما يمكن لكم ديروا القياس اللي بغيتو. انتوما هذه هي هذه الضفره جمعناها جات على هذا الشكل هذا، وهذا هو الخيط اللي جمعنا به هذوك الرويصات هو دارك في البره. دابا تنجيبو سنتيم وتنعبرو. بالنسبه لهنا هنا هذه الضفره هذه مجموعه، غنشد من هنا لهنا غنعبر 5 سنتيم. هذا هو القياس اللي بديت به انايا غنكمل به. بالنسبه لكم نتوما الا غيرتوا القياس سيروا على نفس القياس. دابا ملي عبرت انا 5 سنتيم جاتني هنا، هنا غنطلق هذه الضفره هذه باش ترقاق ليا هنا، ونجيب هاد البلاصه هذه ونشدها مع هذه بهذا الخيط هذا اللي عندي هنا. هنا غنطلق هذه الضفره باش ترقاق ليا هنا ونشد هذا الخيط. صافي ونخدم نجمع هاد البلاصه مع هاد البلاصه. غنحبكو بالحبكه ديال الرانده عادي، نثبتوها مزيان من حيت هاد الفنيته دابا ساليت منهم. نخدمو الخدمه ديال الراند الحبكه، نحبكو باش نجمعو. هانتوما تجي على هاد الشكل هذا. دابا هنا رققت هنايا هاد الضفيره هادي، نثبت هنا مزيان، غير نشدو هنا بالخيط مزيان لان هنايا غادي نقلبوها، وتجينا هاد الشده هادي لتحت. ثبتوها مزيان صافي، ونعاود عاوتاني نجمع الضفيره هنا كيف ما درنا في الاول. نعاود نجمعها لان هنايا طلقتها، نجي لهنايا لهاد الجهه هادي غير باش تدور ليا هاد الخدمه هادي. غنخدم واحد الحبكه هنايا نجمع بها هاد الحويشيه هادي، هاد القنت ديال هاد الوريده، نهز في هاد الجهه وهاد الجهه ونحبك واحد الحبكه باش تدور ليا هاد الوريده الاخرى. صافي نشدو هادي بفنيته، تخدموا غير بشويه وديروا الطريقه اللي تجيكم سهله وتريحكم يعني ما تمحنوش فيها. صافي من هنا لهنا عاوتاني غنعاود نعبر 5 سنتيم. هذا هو القياس اللي خدمت به انا، ولكن نعاودو الا كنا طلقنا في الاول هذه الضفره نعاودو نجمعوها
ونعبرو 5 سنتيم. جاتني عاوتاني 5 سنتيم هنا، غنطلق عاوتاني هنا الضفرة باش تترقاق، نطلقها حتى نثبتها وعاد نكمل. صافي نجيبها عاوتاني لهنا 5 سنتيم، جاتني هنا، غنجيب عاوتاني هاد الضفرة لهنا صافي، ونثبت عاوتاني بالخيط. وضروري هنا نحلو هاد الضفرة باش الترقاق باش تجمع لينا هنايا. صافي ثبتو مزيان، الخيط راه بحالو، راه ما كيجيش باين، داكشي علاش درنا هاد الخيط. صافي بهاد الطريقة نعاود نشدهم بجوجة بفنيتة، ونعاود ندير نفس الطريقة اللي درت في اللول، نجمع الضفرة عاوتاني هنا، نعبر 5 سنتيم، جاتني 5 سنتيم هنا، غنحل هنا هاد الضفرة، نرققها ونحيد الفنيتة، ونجيب عاوتاني هاد الوريدة هادي نلصقها هنا. غير نشدها بهذا الشكل هذا صافي، نبدا نحبك الحبكه ديال الراند عاديه، الخيط اللون في اللون ما كيجيش باين. هنا ضروري نهزو واحد الحبكه هنايا ما بين هاد الوريده وهاد الوريده، نخدمو هنا فواحد الخويط ونحبكو غير باش تجي قريبه، ما تبقاش مفرقه حتى الاخر، تنثبتوها وتنقادوها مزيان. صافي بنفس الطريقه غنجمع هنا بفنيته، نزيد بقات لي وريده وحده، هانتوما بالنسبه لهنا ما بقاش لي القياس الكافي، غنحل هاد الضفره هادي ونزيد عادي، نزيد شويه ديال الضفره، ومن بعد نعاود نجر نفس الخيط اللي جرينا منه في الاول، اللي جريناه هو اللي كنبقاو نجرو ما كنغيروهش. نزيد واحد شويه القياس اللي كفاني، انا جات ناقصه ماشي مشكل، يا اما تجي ناقصه ولا تجي زايده اولا تجي قد قد عادي، جات قد قد راه هي هذيك، جات ناقصه تزيدوا شويه الضفره. صافي هنا ملي تنكملوا القياس ديال هاد الضفره كنعبروه، كيولي عندنا 5 سنتيم، كنجمعوا هنايا هاد الضفره، تنشدوا هاد الخيط هذا اللي كنا تنجروا منه تنعقدوه صافي، ونجيبوا هاد الضفره هذه ونثبتوها حتى هي هنا بنفس الطريقه. حنا عندنا هنايا هاد الخيط لون في اللون، نثبتوا مزيان هاد الخيوط هادو، كنخليهم هنايا الفوق ماشي مشكل، من بعد غنقطعوهم، تنجمعو هاد الضفرة هنا ونعاود نشدها هنايا فهاد الجهة هادي باش تزدا لينا، غير تبتوها مزيان. هاد الخيط راه اللون في اللون متيجيش باين، وهاد البلاصة هادي هي اللي كنحطو فوق هاد الحجيرة، هانتوما تجينا على هاد الشكل. دابا ملي تنكملو غنشد هاد الخيوط هادو كلهم، غنعقدهم عادي ونقطعهم.
غير قطعوهم ما تخافوش منهم، لان من بعد غنخدموا فوقهم بزاف وغنثبتوهم. صافي دابا هذه هي الوريده ديالنا، غنركبوها دابا في الثوب. ملي كنركبوها في الثوب كتبان كثر بالنسبه لهنا. انا راه جربت ركبت وحده بلا مرمه وجات شويه صعيبه، من بعد ركبتها بالمرمه جات سهله. بالنسبه لهنا انا كنعبر جاتني 9 سنتيم، ها نتوما تنعبر هنا في ركبت هذه تنوصل للتسعود وكنركب وحده اخرى. هنا غنزيد عاوتاني وحده، غنحسب من هنا، هنا جاتني 9، هنا غنركب هاد الوريده اللي بقات ليا. في الحقيقه ديروا المرمه جات سهل، جات سهله. انا غنركب هنا المرمه، نحاولوا نديروا المرمه بعيده على هاد الوريده هذه اللي قبل، وما نجبدوش بزاف لان ماشي غنطرزوا لي شي حاجه، حنا بغينا غير نثبتوا هاد الوريده هذه، ما نجبدوش هاد الثوب. صافي هذه هي البلاصه اللي غنركب فيها هاد الوريده هذه، تنخليوها بحال هكا، تنخليو هاد العقدات يجيو الفوق. انا هنا درت هاد الحجيرات هادو، غندخل هنا البرا، غير نشد هاد الوريده هنا، نبقى عاقله على هنا البلاصه فين غنركبها. نعاود نطلع البرا، صافي انا طلعت البرا من هنا غير باش نشوف البلاصه اللي غنركب فيها هاد العقيقه. صافي تنحط هاد العقيقه هنا، كنبقاو نهزوا ليها هاد العوينه هادي. صافي نعاودو ننزلو هنا، تنزلو في الثوب لتحت. نعاود نرجع من جهه اخرى، كنهبطوا في الورده للثوب باش نثبتوا هذيك العقدات اللي عقدنا، تنثبتوا هاد العقيقه ونثبتوا الورده في نفس الوقت. نعاود ننزل لتحت، تنبقاو نخدموا غير بهذه الطريقه حتى نثبتوا هاد العقيقه. بنفس الخيط، الخيط الاول اللي بدينا به تنكملوا به هاد الوريده كامله. المهم غنبقى غاديه بهذه الطريقه هذه، نثبت هاد العقيقه مزيان، ما كنهزوش غير في الورده الفوق، كننزلو في الثوب. كندورو مع هاد العوينات اللي في هاد العقيقه كاملين، صافي. المهم هنا انا ثبتت هاد العقيقه، حتى من بعد لا بغي نزيد فيها ونزيد باش ما نطولش عليكم الفيديو، ما يجيش الفيديو طويل بزاف. المهم هاد الطريقه هذه باش كنشدوا هاد الحجيره. دابا من بعد غنجيو لهنا ونبداو ديزن مع هاد العريشات هادو. دابا في هاد المرحله هذه تنقادوهم، الا كانت شي وريده عوجه تنقادوها باش تجينا في القياس. هنا كيجي هاد الوريقه هادي تتجي هنا في هاد الملاقيه هادي، خاصها تجي حتى هي في هاد الملاقيه هادي، وهادو يجيو مقابلين، يعني نحاولو نقادو بيدينا باش تجينا الورده مقاده، يعني تجينا حتى في القياس هي هاديك. تنطلع تنبدا دابا غاديه نثبت، تنطلع مع هاد الوريدات هادو ونرجع. راه مع اللون في اللون ما تيبانش، كنهبط لتحت للثوب. الا صنا شي بلاصه ما مقادتش نقادوها. صافي نعاود تنبعد شويه، نعاود نطلع وننزل في الثوب. صافي تندور معها كامله،
نعاود ننزل هنا. صفر هذه هي الطريقه، غنبقى غادي اخواتي بهذه الطريقه هذه، نبقى نخدم نثبت في هذه الوريقات هادو. من بعد ملي تنثبتوهم تيجيوني على هذا الشكل هذا، تيجي زوين وراه ساهل اخواتي في الخدمه، غير تجلسوا عليه تخدموهم في نهار واحد. المهم هذا هو الشكل. ما تنساونيش اخواتي الى عجبكم الفيديو تضغطوا على زر الاعجاب، واللي ما مشاركش معنا في القناه تشارك. مرحبا بكم في قناه تعليم راندا مع ام نعمه، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو اللي وراه هذا، غنوري لكم ان شاء الله كيفاش غنخدموا الكمام، ونوري لكم الشكل النهائي ديال هذه الجلابه هذه كيفاش جات. بسلام عليكم.